السلام عليكم خوتي المغاربة، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. السلام عليكم، معكم ابراهيم النقاش. معكم صلاح السيد لاعب فريق الوداد الرياضي. معكم اسماعيل حداد لاعب فريق الوداد الرياضي. معكم يحيى عطية الله لاعب فريق الوداد الرياضي. معكم يانيس هنا. معكم حمد السيداني لاعب فريق الوداد الرياضي. معكم مدن ايوب لاعب فريق الوداد الرياضي. معكم يوسف شينا لاعب فريق الوداد الرياضي البيضاوي. معكم بديع اوك لاعب فريق الوداد الرياضي. معكم يحيى زبران. بونجور تو مون سي فرانسي كازاد. معكم عبد الناصر لاعب فريق الوداد الرياضي. لا شك ان الكل كيعلم بان بلادنا والعالم كتمر من مرحله حرجه. الفيديو هذا للتشجيع وباش الناس يلتزموا المنازل ديالهم. فو بيان سي بروتيجي، فو بيان سي بروتيجي، فو بيان سي فو لي انستركسيون. المرض هذا اللي كيقيس اي واحد. لازم خصنا نكونوا كلنا مسؤولين وناخذوا الاحتياطات ديالنا. كنتمنى الناس يتحلوا بالصبر ونديروا اليد في اليد ونتبعوا التعليمات ديال الجهات المختصه ونبقاو في ديورنا هذه المده القصيره هذه. الى اضطر ياخذ الاحتياطات اللازمه. حاولوا ما امكن اخوتي نتفاداو تجمعات باش ما يكونش الصحاب اللي كيسهروا تقبل. حتى واحد ما يبغي يفقد شي شخص عزيز عليه ولا والديه ولا وليداته. نتحلوا بالصبر ونكافحوا الجهود ونضامنوا جميع ان شاء الله باش نحاربوا هذا الفيروس ونعاونوا بعضياتنا وان شاء الله بالوعي ديالنا والتلاوم ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى من الله تعالى اي واحد مريض بهذا المرض هذا الله يشافيه وينزل عليه لفوق. الله يحفظ بلادنا ويحفظنا من هذا المرض هذا ويحفظ جميع المسلمين اجمعين.